تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم جميعا صيام هذه الأيام المباركة من شهر شعبان. نحن الآن في الأيام البيض، 13-14-15 أيام مباركة فيها الدعاء مستجاب، وفيها ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على عباده بالرحمات ويتجلى عليهم بالبركات. فنسألك اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، بحق كل من ركع وسجد، وبحق كل من صام وقام، وبحق كل من تصدق، وبحق كل من عفا وتسامح، أن ترفع عنا جميعا هذا الوباء، وأن تحفظنا وجميع المسلمين والمسلمات وكل خلقك من هذه الشدائد وهذه الكروب. اللهم آمين يا رب العالمين. موضوعنا لحلقة اليوم أيها الأحباب الكرام، العفو الملكي على السجناء، مبادرة تضامنية متميزة. سبحان الله، في زمن الكورونا لا تزال تتوالى المبادرات التضامنية، المبادرات التكافلية، التعاون والتآزر والتراحم يتوالى بين الدولة والشعب وبين مختلف أطياف المجتمع بشكل يزيد في توطيد الروح الوطنية وترسيخ القيم الإنسانية في حياتنا العامة. فسبحان الله، بعد التضامن والتكافل بالبدل والعطاء والإحسان على شكل إما مساهمات مالية مكثفة للأسر المعوزة، وإما على شكل موائد غذائية للمواد الأساسية ووسائل النظافة والتعقيم للأوساط الفقيرة، وإضافة إلى توزيع خدمات متنوعة مثل اللوحات الإلكترونية لفائدة التلاميذ في العالم القروي والأوساط الفقيرة، ها هي دي تأتي التفاتة ملكية سامية بخصوص أبناء الشعب القابعين في السجون، والذين كانوا ينتظرون وذويهم بكثير من الترقب وكثير من الأمل مبادرة ملكية بالعفو تمسح دموعهم وتضمد جراحهم وتسعد قلوبهم. فعلا، العالم بأسره يتابع وضعية المغرب، الرأي العام الدولي يتجه بأنظاره نحو المغرب. فمبادرة من سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، بأن أصدر عفوا لفائدة أكثر من 5000 سجين، بالضبط 5654 سجين. هذه مبادرة عظيمة، مبادرة سامية تنضاف إلى حلقات متسلسلة من المكرمات التي باتت تسجل على صفحات تاريخنا المغربي المعاصر، والتي سوف تشهد للأجيال اللاحقة بسمو الشخصية المغربية. هذا العفو الملكي السامي جعل الكثير من أبناء العالم الدولي
ينتظرون وينظرون إلى هذه المبادرة السامية. العفو الملكي السامي ليس جديدا، بل هو يطبع المؤسسة الملكية منذ سنين وعقود خلت، فلا تمر مناسبة دينية أو وطنية في بلادنا دون أن يتقدم ملك البلاد بعفو على المساجين، سواء كانوا من معتقلي الحق العام أو المسجونين على خلفية قضايا سياسية أو حركات اجتماعية تشهدها البلاد. هذا العفو الملكي في بلادنا حق سيادي يعطى لمجموعة من التجليات التي فيها صلاحية لملك البلاد، صلاحيات حصرية وواسعة ومتكررة، ومن خلالها يقع العفو وتسقط العقوبة على السجناء إما كليا أو جزئيا أو يتم استبدالها بعقوبة أخف. ويمكن أن يكون هذا العفو فرديا ويمكن أن يكون جماعيا. والأسر المغربية دائما تنتظر بشغف كبير المناسبات الدينية والمناسبات الوطنية التي من خلالها يتم هذا العفو الملكي السامي. فدائما كلما حل العيدين، حل العيدان عيد الفطر السعيد أو عيد الأضحى المبارك أو ذكرى المولد النبوي الشريف، وأيضا في عيد العرش المجيد وفي ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة أو في ذكرى ثورة الملك والشعب أو في عيد الاستقلال أو في ذكرى 11 يناير وثيقة المطالبة بالاستقلال أو غيرها من المناسبات، إلا ويكون هناك عفو ملكي سامي. الآن زمن الكورونا أيضا يساهم بخلق مفاجأة العفو التي أدخلت السرور والبهجة والحبور لقلوب الكثير من المغاربة. هذا العفو الملكي كان كلما يحدث يعد مثابة ماء تخمد بها صراعات الماضي وتطوى بها صفحات مشؤومة في التاريخ الحقوق في البلاد. ونتذكر الصفحات البيضاء المشرقة للمغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه، الذي عفى على مجموعة من النشطاء السياسيين لتخفيف الصراع والاحتقان في البلاد، وكان كل مرة يعفو على أبناء الشعب ويقول إن الوطن غفور رحيم، إن الوطن غفور رحيم. الحمد لله هذه المبادرة السامية الملكية بإصدار العفو على عدد كبير من أبناء الشعب في زمن الكورونا فيها صفحات عظيمة وصفحات سوف تبقى خالدة. فهؤلاء الشباب والرجال والنساء الذين تم إطلاق سراحهم، منهم معتقلون إسلاميون سبق وأن أدينوا بقانون مكافحة الإرهاب، وقد جاء العفو عنهم بعد مراجعة مواقفهم، وأيضا أنهم أكدوا تشبتهم بثوابت الأمة. ومنهم أيضا معتقلون سياسيون كانت لهم مواقف متشنجة من خلال تصريحات أو بيانات أو إضرابات أو تجمهر غير مرخص أو غير ذلك، وقد تبين فعلا أنهم راجعوا أنفسهم ومواثقهم وأكدوا تشبتهم بالقانون واحترامه وبثوابت الأمة. ومنهم أيضا من كانوا أصحاب مخالفات أو جنح أو جرائم قضوا إزاها فترة من الزمن وراء القضبان وتأكد صلاحهم وحسن سلوكهم. فكل هذه مبادرات حسنة تبشر بأننا في الطريق الصحيح، أننا نسير إن شاء الله نحو مغرب مستقر فيه مصالحة وطنية وفيه تضامن وفيه تكافل وفيه العديد من المكرمات. هذا العفو الملكي الاستثنائي الذي جاء في زمن الكورونا لتأكيد التضامن بأجل تجلياته وتأكيد التآزر والإحسان بأجمل صوره، ليس الهدف منه كما يقال
هو التخفيف من الضغط الذي تعاني من السجون المغربية، ولكن له هدف وله رسالة أساسية ومركزية، وهو البعد الإنساني في القرار الملكي. فصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه يعتبر بأن كل أبناء الشعب هم أبناؤه وجزء من فلدة كبده، وهذا القرار الملكي يحمل دلالات إنسانية عظيمة، وأيضا بأن في هذه الظرفية حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد نعزز الحماية في هذه المؤسسات. فهذه لحظة وطنية هامة في مسار الانفراج الذي تراكمه بلادنا. السؤال المطروح في هذا الصدد، هذا العفو الملكي السامي على السجناء، من أين نستمد جذوره؟ وقبل كل شيء نستمد جذوره من القيم الدينية الأصيلة. لا ننسى أن جلالة الملك هو أولا أمير للمؤمنين، وأن كل تصرفاته وكل حركاته وسكناته مستمدة من روح الشريعة الإسلامية وروح العقيدة وروح الدين الإسلامي. فهذا العفو إنما هو مستمد من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الله تعالى أنه اسم العفو، ومن أسماء الحسنى العفو. فما معنى العفو؟ ونسأل الله تعالى ونحن في خضم هذه الجائحة، جائحة كورونا، أن يتجلى الله علينا جميعا بالعفو، على غرار العفو الملكي في الأرض. نسأل الله تعالى مالك الملك ذو الجلال والإكرام أن يتجلى علينا وعلى عباده المؤمنين في كل مكان، وعلى العالم بأسره، وعلى الكوكب الأرضي برمته. نسأل الله تعالى أن يتجلى علينا بعفوه ورحمته وبركاته. هذا العفو أيها الأحباب الكرام إنما يستمد من قول الله تعالى يعرف نفسه: إن الله كان عفوا غفورا. ربنا يتحدث عن نفسه فيقول: إن الله كان عفوا غفورا، ويقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالعفو هنا فيه محو للسيئات، تجاوز عن الماضي، وصفح عن من تاب وأناب. الله سبحانه وتعالى هو العفو القدير، منه نتعلم خلق العفو. الله تعالى لم يزل ولا يزال ينعم على جميع الخلق، يعفو عن المذنبين ويغفر للمجرمين مع قدرته سبحانه على العقاب والانتقام. اسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، ماذا يقول؟ قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو العفو الإلهي، عفو مالك الملك علينا جميعا، نحن المخطئين ونحن المذنبين. يا ما أخطأنا كثير، ويا ما أسأنا كثير، ويا ما ظلمنا كثير، ويا ما فرطنا في حق الله وجنب الله كثيرا كثيرا، ومع ذلك سبحانه وتعالى اسمه العفو، واسمه الغفور، واسمه الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، لنعيش لحظات مع هذا الحديث المشهور، حديث جاء فيه أن الكون بأسره يغضب لما يقع العباد في الذنوب ويقعون في الخطايا ويرتكبون الجرائم ويرتكبون الفواحش ويرتكبون الزلات. الكون يغضب، الكوكب الأرضي يغضب، الأرض والسماء والجبال والبحار والأنهار والبراكين كلها تغضب.
فماذا يجيب الحق سبحانه وتعالى مالك الملك الذي كتب على نفسه الرحمة؟ جاء في الحديث: كل يوم تقول الأرض دعني يا رب أبتلع ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول البحار يا رب دعني أغرق ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول الجبال يا رب دعني أطبق على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول السماء يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وهكذا كل مظاهر الكون تغضب وتريد أن تنتقم من ابن آدم، فماذا يكون جواب الله عز وجل؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموهم؟ يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموهم؟ يقولون: لا يا ربنا لم نخلقهم. فيقول الله تبارك وتعالى: لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعني ودعوني وعبادي، دعوني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها، أنا إليهم أرحم من الأم بأولادها، فمن جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب، إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري؟ أوجدت ربا غيري؟ أم وجدت رحيما سواي؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو رب العزة مالك الملك الذي يصدر دوما عفوا إلهيا ساميا من فوق سبع سماوات، سبحانه المولى الكريم الذي يعفو عن زلات العباد وعن ذنوبهم العظيمة، سبحان المولى الكريم الذي يسدل علينا ستره ويعلمنا كيف نستغفره ويعاملنا بعفوه التام الصادر عن قدرته، هو سبحانه الحليم الذي لولا كمال عفوه وسعة حلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب ولا نفس تعيش. لولا رحمة الله ربنا عز وجل، لولا أنه رحيم ولولا أنه كريم، فإن ذنوب الخلق كثيرة وخطايا الخلق لا تعد ولا تحصى، حتى إنه ربنا سبحانه قال: ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم عفو كريم، حتى إنه من كمال عفوه سبحانه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع جرمه وجميع خطيئته. هو الذي يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله تعالى عفو كريم يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في فعل الأسباب التي ينالون بها عفوه، من السعي إلى مرضاته والسعي إلى الإحسان لخلقه. فالله تعالى هو العفو، وخلق العفو أيضا هو من أخلاق الأنبياء وأخلاق المرسلين وأخلاق الصالحين. القرآن الكريم الذي فيه ذكر كل شيء تحدث ربنا عز وجل عن أخلاق الأنبياء والمرسلين وبين بأن من أبرز أخلاقهم العفو. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام فعل إخوته فيه ما حكاه القرآن الكريم في الكتاب العزيز: ظلموه وحرصوا على قتله وألقوه في الجب وعذبوه عذابا شديد، وفيما بعد لما مكن الله له وجاءوا إليه يعتذرون
ماذا فعل سيدنا يوسف عليه السلام؟ قام بعفو الأنبياء، عفو المرسلين الذي هو مستمد من عفو مالك الملك. قابلهم بالعفو والصفح والمعروف والإحسان. ماذا قال لهم؟ قال: لا تتريب عليكم، لا تتريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، اليوم يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. وهذا نبي الله المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ القمة والدرجة العالية في العفو والصفح. كان عفوه يشمل الأعداء فضلا عن الأصحاب. كان صلى الله عليه وسلم يتلقى من قومه الأذى والعداء فيعرض عن تعنيفهم كأنه لم يلق شيئا منهم. وربنا عز وجل امتدح نبيه من فوق سبع سماوات فقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهكذا تجمعت كل القوى حول النبي صلى الله عليه وسلم وأتلفت القلوب حوله. هذا لا يقع عن أنت العفو الملكي، العفو الملكي السامي الذي قام به سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس في هذه الأيام العصيبة والشديدة، تدل على مصالحة وطنية قوية وعلى التفات كبير حول العرش العلوي المجيد، وعلى محبة ومودة واحترام وتقدير وروح وطنية عالية. فسيدنا النبي جده المصطفى صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالعفو. في الحديث أن أمنا عائشة رضي الله عنها قد سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ماذا كان خلق النبي؟ فقالت: لم يكن صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن كان يعفو ويصفح، ولكن كان يعفو ويصفح. سيدنا النبي كان يصفح ويعفو، وكان يوصي صحابته ويربيهم على خلق العفو. ونحن جميعا أيضا مطالبون بأن نتربى بهذه التعاليم الربانية والإرشادات النبوية الشريفة. يحكي الصحابي الجليل عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أوصني، أريد منك وصية تنفعني في الدين والدنيا والآخرة. فقال لي: يا عقبة، صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعفو عمن ظلمك. يا عقبة، صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعفو عمن ظلمك. فكان سيدنا عقبة بن عامر يسير وفق هذه التوجيهات النبوية الشريفة، وخصوصا لما كان سيدنا النبي يقول كلام كثير، والصحابة من الأنصار والمهاجرين كانوا يتمثلون ذلك، حتى إنه كان يرتب عن خلق العفو جزاء كبير، لأن الإنسان حينما يعفو شاق، أمر شاق على النفس أنك تعفو عن من ظلمك، شاق على النفس. إنسان قام بظلمك وسبك ونهرك وأكل رزقك وطعنك من الخلف، وفيما بعد تقول الله غفور رحيم، صعب جدا. لكن إذا نظرت إلى الأجر والتواب الذي يحصل عليه صاحب العفو فإنه كثير. ماذا قال؟ قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء، من أي الحور العين شاء. هذا هو خلق العفو الذي جاء في دين الإسلامي، ومنه استمد العفو الملكي السامي، هذه المبادرة الملكية السامية. فصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد بن السادس حفظه الله تعالى إنما قام بالعفو لأنه تمثل هذه القيم. فإذا كان العالم بأثره ينظر إلينا الآن في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي الصين وكوريا وفي أمريكا والدول الإفريقية والعالم العربي ينظر إلينا حول سياستنا الداخلية وحول تضامننا في هذه الظرفية، يقولون: من أين جاء هذا القانون للعفو الملكي؟ جاء
تمثلا للأوامر الربانية، حينما قال الله تعالى في كتابه العزيز: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال جل جلاله: فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فاعفوا عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وقال جل شأنه: فاصفح الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل. فالذي يعفو يسير نحو التقوى الصادقة، التقوى الخالصة، وأن تعفو أقرب للتقوى. فمرة تلو مرة أخرى نتأكد أننا الحمد لله في بلادنا المغرب نسير في خطى ثابتة، نسير نحو التضامن، ونسير نحو التكافل، ونسير نحو التراحم. التفتة ملكية سامية نبيلة وبادرة طيبة اتجاه هذه الشريحة من أبناء الوطن. فالكل يتمن هذه المبادرة الملكية التي أدخلت الفرح والسرور إلى قلوب الجميع. نرجو أن تكون سببا في صلاح هؤلاء السجناء الذين صاروا الآن أحرار. نتمنى أن يكون هذا سببا في توبتهم وتغيير سلوكهم إلى الأفضل وإلى الأحسن. وكما صاحب الجلاء وعد أنه سوف يتم إدماجهم في الحياة العامة إن شاء الله قريبا في هذه الظروف الصعبة بعد أن نمر بها، وسوف يكون هناك صلاح في صلاح في صلاح. وهذه كلها صفحات مشرقة مباركة سوف نسعد بها. نتمنى ممن تم إعفاؤهم أن يكونوا في مستوى هذه المبادرة الكريمة، وأن يبتعدوا عن كل الأفعال التي كانت سببا في حبسهم. ونتمنى أن نعيد الأمل للمعتقلين اللي هم مازالوا وراء السجون. هناك عائلات أخرى تنتظر بشغف كبير وتتمنى على الله تعالى أن أبنائها وأحبابها القابعين وراء القضبان يتم العفو عنهم في القريب العاجل. هكذا سوف تكتمل نظرة التضامن والتكافل في بلادنا. فنسأل الله تعالى أن يحفظ ملكنا الهمام، وأن يزيده في المدد، وأن يشفيه ويعافيه ويبارك فيه، ويقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن، وينبته نباتا حسنا، وأن يشد عضده بسنه الأمجد المولى الرشيد، وبكافة أفراد أسرته الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. أيها الأحباب الكرام، نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.